أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. هذا شهر رمضان قد انتهى، وهذه أيامه المباركة ولياليه المعطاء قد انصرم. آه على هذه الليالي والأيام التي خلت، وهذه البركات الإلهية أشرفت على الانقطاع. من بواعث الأسف على أنه لم يبق إلا يمكن 4 ليالي فقط من هذا الشهر الفضيل، أسف كبير من دواعي الكآبة أن الإنسان يدرك أن هذه النعمة الهائلة أشرفت على الزوال. ولكن في الحقيقة لا داعي للقلق ولا داعي أبداً للحسرة أبداً، فهناك مخزون هائل من البركات يمتلكه كل مؤمن، حساب يفتحه الله تبارك وتعالى للإنسان ويدع في خلال هذا الشهر الفضيل. الله يدع فيه الكم الهائل من البركات. هذا الحساب، هذا المخزون الهائل من النعم الإلهية، هذا خو ما يزول. حساب مثل واحد حساب بنك شهر رمضان، غير الإيداعات اللي الإنسان يودع من خلال ممارسات عبادية في هذا الشهر الفضيل، إيداعات إلهية لا محدودة. لابد سامعين الروايات أن فضائل كل لحظة حتى النوم فيه عبادة. هذا الحساب البنكي والإيداعات الإلهية، هذا خو ما ينقرض، هذا خو ما يزول، هذا موجود مخزون إلهي يبقى مهما الإنسان يسحب من هذا الحساب البنكي الإلهي ما ينتهي، إلى السنة القادمة ما ينتهي. كم هائل! هذا منبع، مبعث لأعظم فرح حقيقة. صحيح العنايات الخاصة تنحسر، ولكن الحساب الرمضاني لا يزال قائم ومعطاء. ولكن هناك موضوع مهم بالنسبة إلى التعامل، بالنسبة إلى هذا الحساب التوفير الإلهي الهائل. الله في القرآن الكريم يقول: ألم يأن للذين آمنوا، مو للناس، أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الإيمان والمخزون الإيماني
يحتاج إلى عملية تحويل، عملية تحويل. هذه العملية لاحظوا في الجسم طريقة الله، الإنسان يجدها إحدى الطرق جدا قريبة من الإنسان في الجسم. سنريهم آياتنا، آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أكو عملية في الجسم نتعلم من رب العالمين يسموها عملية الأيض. سامعين أيضا؟ يقولون أيضا، أيضا يعني تكرارا. هذه عملية، اصطلاح، هذا اصطلاح طبي يسموها عملية الأيض. هذه أهم العمليات اللي تحدث في كل ثانية في الجسم من أجل تحويل المواد الحيوية في الجسم إلى مادة دثور وتجدد. هذا يسموه، اقرأوا عن الأيض، أيض يعني عملية تحويل. الإنسان يمتلك مخزون من المادة الحيوية، هذا المخزون من المادة الحيوية خطير جدا، أهم عوامل الفتك بالإنسان هو هذا المخزون. هذا المخزون لازم يتحول. يتحول كيف؟ عبر أمرين ركنين أساسيين. هذان الركنان يسمى في هذه العملية تسمى الأيض، عملية الأيض. وخلاصة عملية الأيض يسموها الدثور والتجدد، الاندثار والتجدد، الهدم والبناء. هاي يسموها عملية الأيض. يعني المواد الحيوية بعضها تنحسر، تحترق لتوليد طاقة في الجسم، إما طاقة حرارية إذا الإنسان يتعرض إلى برد، أو طاقة حركية إذا الإنسان يريد يمشي، يريد يركض، يريد ينهض، يريد يقوم، يجلس. هذه طاقة حركية. وبعضها تتحول هذه المواد الحيوية إلى أنسجة، إلى تغذية للأنسجة، تغذية للخلايا. هذه يسموها عملية الأيض. هاي العملية من أهم العمليات في الجسم. الجسم بهذا المخزون من المواد الحيوية معرض لخطر شديد. تراكم السكر مثلا، كلوكوز في الكبد، يفتك بالصحة، يفتك بالصحة. المخزون الإيماني هكذا، المخزون الإيماني يحتاج إلى عملية أيض. هذا المخزون، هذا حساب البنكي، يحتاج إلى عملية أيض، دثور وتجدد. تنحسر عنا ساعات شهر رمضان، هذه الساعات في اللي قضيناها في الدعاء، هذه البركات تنحسر. لماذا؟ لكي تتجدد، المخزون يتجدد. تنحسر ساعات السهر في ليالي شهر رمضان، أيام شهر رمضان، لازم يحدث انحسار، اندثار، انسحاب لكي يسمو الإنسان. هذا المخزون يحتاج إلى عملية جدا ضرورية. الإنسان يخرج من شهر رمضان من هذه العبادة والتوفيقات الإلهية بقرار. هذه أنزل مراتب الأيض في المخزون الإيماني. الإنسان يقرر أخلاقياتي، صلح أخلاق. هذا الإيمان، هذا المخزون الإيماني يحوله، مثل في الجسم شلون الله تبارك وتعالى نظام عملية الجسم جعلها تحويل، تحويل يتحول. إحنا عندنا قوائم إيمانية، هذه القوائم الإيمانية تحتاج إلى تغذية، فلازم هذه العبادات، هذه الممارسات العبادية الشعائرية، شعائر هذه كانت، الصوم شعار، الحج شعار، هذه العبادات تتحول إلى تغذية، تغذية القيم الموجودة في الإنسان، تغذية الأخلاقيات الموجودة في الإنسان. الإنسان
صفحة رحمته، تواضعه، حلمه، هذا يحتاج إلى تغذية. فلازم هاي الصلوات وهذه العبادات جزء منها نحرقها لتكوين وتقويم وتعظيم وإقامة الأخلاقيات في الإنسان. هذا هذا أندى، هذا أوطأ، أقل درجة للأيض في الإنسان. ثلاث درجات: الدرجة الأقل الأنزل هي أن يتحول السلوك الإيماني في شهر رمضان إلى سلوك أخلاقي، من سلوك إلى سلوك. هذا أبسط درجة، هذا أقل شيء، اللي هم ما يفيدها، هذا قليل جدا قليل. يحول الإنسان هذه العبادة السلوكية في شهر رمضان إلى عبادة أخلاقية في بعد شهر رمضان. يتواضع أكثر، يحلم أكثر، يستعمل الحلم أكثر، يستعمل التواضع، يستعمل العفو، يستعمل غض الطرف أكثر. هذا أيض، هذا جدا مهم. وأرفع من هذه الدرجة درجتان. فالأيض تدرون المواد الحيوية تتحول إلى بوتاسيوم وكالسيوم وما أدري حديد ومواد حيوية، بعضها هذه المواد تتحول إلى هرمونات. الهرمونات لها تأثير رهيب في إدارة الجسم، أهم من الحديد والبوتاسيوم هاي المواد. أرفع هناك درجتان. الدرجة الوسطى هي درجة القلب، خشوع القلب، والدرجة العليا هي الدرجة الإيمانية العليا، هي درجة الفكر، المعرفة، التأكيد في الروايات على المعرفة. هاتان درجتان أرفع من درجة الأخلاقيات. القرآن الكريم يحرض الإنسان تحريض آية عجيبة، هذه سورة الحديد آية 16: ألم يأن للذين آمنوا، للذين آمنوا، عندك إيمان، هذا الإيمان ما وصل وقت أن تحول هذا الإيمان إلى درجات إيمانية مختلفة، سلوك إيماني مختلف، هذه العبادات، هذه الممارسات ما وصل وقتها. شوفوا تقريع، هذا استفهام استنكاري، ليش المؤمن ما في عنده هيك حالة أن يحول الإيمان؟ هذا التحويل ليش ما موجود؟ الله تبارك وتعالى في هذه الآية يحرض الإنسان، يقرعه، يأنذبه، شبيك، يقول له شبيك، ألم يأنه، ما وصل وقت، متى يوصل الوقت؟ كل دقيقة تتأخر هذه العملية، عملية الأيض الإيمانية في الجانب الإيماني، الفتك في الجسم يكون. الإنسان لما منسوب السكر يصعد في بدنه، في كل الأوعية الدموية يحصل فتك، لازم يصير تكرير، لازم يحترق هذا السكر اللي مادة حيوية جدا، المخ يتغذى، خلايا الجسم تتغذى عليه. هذا من أهم عوامل الفتك في الإنسان، السكر لازم يصير تكرير، هذا التراكم الموجود في الكبد لازم يتحول إلى طاقة. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع، شوفوا الله تبارك وتعالى ما يتحدث عن هذا المستوى الداني جدا، سلوك يتحول إلى سلوك ما يفيد ولو هو أفضل أحسن، يتحدث أن تخشع قلوبهم، القلب، النية، الإنسان لازم يغير نيته. هسه ولو سلوكه يبقى على حالته وأسلوبه ولسانه البذيء وما أدري طريقته الهمجية، مو مشكلة، هذا سلوك يبقى. القلب جدا مهم، إنسان نيته جدا مهمة. على ما بنيت أمرك، الإنسان شنو ينوي من وراء أعماله، هذا جدا جدا مهم. القلب أهم شيء. إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ما عقدتم عليه أيمان في القرآن الكريم. السلوك ولو مهم ها في عملية الأيض، ولكن أهم من ذلك أن تخشع قلوبه لذكر الله وما نزل من الحق. هذا شوفوا فكر
الحق شنو؟ الحق شنو؟ ما هو الحق؟ حقيقة هذه جدا جدا مهمة، هذا جدا خطير. الله تبارك وتعالى يتعرض لهذه الخطورة. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. اليهود شنو؟ الله يصفهم بصفتين، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. 10 أيام موسى تأخر، طال عليهم الأمد. شوفوا التفاسير، المدة كانت ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بـ10، طال عليهم الأمد. 10 أيام 70,000 من بني إسرائيل عبدوا العجل. الله يستر علينا، الله يستر علينا. الإنسان إذا ما حول هذه المفاهيم الإيمانية، هذه العبادة إلى فكر، خطير الوضع، جدا خطير. الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين، يشيل السيف ماله يقول طالما، والله تعبير رهيب، طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله. سيف الزبير شنو صار؟ والله العظيم قضية خطيرة. هم جيناته جينات آباء رسول الله، هذا الزبير ابن عمة رسول الله، يعني يده يصير يد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعدين سلوك هم كان عنده، سلوك كان عنده، طالما رسول أمير المؤمنين يزكي كشف الكرب عن وجه رسول الله. سلوك كان عنده، سلوك إيماني رهيب، يدافع يكشف الكرب عن رسول الله، مو بس يدافع. ولكن وين وصلت حالته؟ يقرأوا التاريخ، حقيقة تاريخ جدا مرعب. هذا شهر رمضان مخزون هائل يقدر الإنسان يحول، بس لازم الإنسان يبني على هذا التحويل. تحويل يحتاج أيض، لازم ينحسر عن العبادة شيئا ما، يندثر عنده السلوك العبادي شوية، يندثر شوية، يقعد يفكر يقرر هذا القرار الأساسي. أجا حارث بن حوت، حارث بن حوت من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال له يا أمير المؤمنين، كان جاي ويا أمير المؤمنين في معركة الجمل، لما شاف ذاك الطرف زوجة رسول الله تخربط، قال له الأمير المؤمنين أترى أني أقول أن أصحاب الجمل على ضلالة؟ هذا هو ومجموعة اعترضوا على أمير المؤمنين. أنت تتصور، تشوف التعبير، العياذ بالله، أن أقول أن أصحاب الجمل على ضلالة؟ هذول مجموعة مسلمين. فقال عليه السلام، هذا في نهج البلاغة، قال عليه الصلاة والسلام إنك نظرت إلى تحتك ولم تنظر إلى فوقك. ما أدري يعني شنو هذا معناته، يعني ما أدري، أنت ما تشوف عدل، مشكلة نظر. فقال عليه السلام هكذا، هو هم قال إذن أنا وسعد بن فلان وعبد الله بن عمر إحنا نعتزل عن القتال. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال اعتزلوا، شو نسوي؟ واعتزلوا. واحد آخر أكو اسمه جندب ابن عبد الله الأزدي، هذا الشيخ المفيد ينقل قصته في الإرشاد المجلد الأول صفحة 100 وما أدري كذا. الكافي أيضا يذكر قصته في المجلد أيضا الأول صفحة 354 ربما. جندب ابن عبد الله الأزدي، اقرأ تاريخه، هذا اسمه يسموه جندب الخير، اقرأ تاريخه بالله عليكم. هذا ممن بشره رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة. شوف منه هذا، ممن بشره رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة. هو يقول المفيد، شيخ المفيد في الإرشاد ينقل قصته، الكليني هم في الكافي ينقل، مع اختلاف بعض الشيء بين الروايتين. هذا المبشر بالجنة، ثلاثة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة ولم يرهم، واحد منهم هذا جندب ابن عبد الله، جندب أو جندب أكو خلاف، هذا غير جندب اللي هو أبو ذر، أبو ذر أيضا كان اسمه جندب، هذا غيره.
بشره رسول الله ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في تاريخ كاتبين، جندب بن عبد الله الأزدي، هو يقول أنا في معركة الجمل ما حصل عندي أي شك في أمير المؤمنين، مع أنه ذاك الصب كانت زوجة رسول الله، ما حصل عندي شك أن الذي أقاتلهم دون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على أنا في حق. وفي صفين أيضا ما حصل عندي شك، في النهروان بوشت على اصطلاحه، هو يقول شفت هذول حفاظ القرآن احنا جاي نقتلهم، ما تحملت، هذول خيارنا جاي نقتلهم ما تحملت، رميت السيف. الشيخ المفيد يقول رحت أخذت غدوة يعني في أول الصبح لما صار عفت أمير المؤمنين، رحت جانب ابتعدت من المعركة، وضعت رمحي في الأرض وعلقت على الرمح الترس واستظليت بالترس. هو يقول فيقول ورا فترة جاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا المبشر بالجنة، يقول جاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اجى استتر أيضا بالترس، أيضا قعد يمي من ظل الشمس قعد يمي. فهالأثناء اجى واحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قام يصرخ يصيح يا أمير المؤمنين، يبحث عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين قال لي جندب، يقول قال لي نادي أنا، قل له أنا هني. فقلت له تبي أمير المؤمنين؟ هذا موجود أمير المؤمنين. إجا قال يا أمير المؤمنين والله الجيش النهروان يعني عبروا النهر وقطعوا النهر، هم عبروا هم قطعوا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال ما فعلوا كذلك، ما عبروا. قال يا أمير المؤمنين والله بعيني شفت عبروا النهر. أمير المؤمنين قال له ما عبروا. فبقى هيك حاير. اجى واحد ثاني نادى وين أمير المؤمنين؟ قلت له أمير المؤمنين هنا. اجى تقرب خاطب أمير المؤمنين كان مذهول، قال يا أمير المؤمنين عبروا الرايات، عبرت النهر. أمير المؤمنين قال له لا ما عبرت. قال والله بعيني شفت حتى الأثقال، حتى الأثافي يمكن نقلوها عبروا النهر. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما عبروا النهر، وإن فيه لمهراق دمائهم، يعني النهر هذا النهر دمائهم، شلون يعبرون النهر؟ هنا نقتلهم، إحنا نقتلهم. يقول فقام أمير المؤمنين، أنا قمت مشيت. هو يقول فأجى في بالي ارتاحت، الآن شفت الآن أجي أشوف القضية تنحل عندي، ليش أنا باقي دايخ شو أسوي؟ الآن أجي أشوف يوم منتقلين يوم مو منتقلين. عبارات، شوفوا رواية الشيخ المفيد صدق مرعبة، يحدث نفسه يجعل بينه وبين الله عهد أنه أجي أشوف إذا شفت ما منتقلين. يصف أمير المؤمنين العياذ بالله بأوصاف، يقول له هذا الجريء على الله في نفسه، يصف أمير المؤمنين بأوصاف رهيبة حقيقة مرعبة. يقول هسه أجي أشوف إذا شفت ما منتقلين الجيش النهر، وهذا الجرأة شفتها العياذ بالله من أمير المؤمنين، يقول أقاتله وأضع الرمح في عينه صلوات الله على أمير المؤمنين. شوف تعبير، هذا مبشر بالجنة. لاحظوا هذول أصحاب أمير المؤمنين أجلاء، مو ناقد إلهم. الله في القرآن يقول فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذول مو فساق، هذول أجلاء حقيقة جلالتهم أكثر من أن ينقدون. الحديث مو عن نقدهم، هذه روايات بالمئات موجودة. لاحظوا نهج البلاغة الصدق بالعشرات في نهج البلاغة فقط، قضايا ممكن الإنسان الله يستر عليه إذا ما طحنا في هفوة كبيرة الله ساتر علينا العياذ بالله. من أجل هذا الإيمان إذا ما تحول إلى فكر العياذ بالله يجر الإنسان إلى بلاوي والله العظيم. شوفوا نص الحديث أقرأ لكم، شوفوا الكلام اللي هو يقوله. يقول
فجاء رجل فجاء فقال يا أمير المؤمنين قد عبر القوم وقد قطعوا النهر. فقال عليه السلام كلا ما عبروا. قال الرجل بلى والله لقد فعلوا. قال عليه السلام كلا ما فعلوا. قال جندب ونحن كذلك إذ جاء آخر فقال يا أمير المؤمنين قد عبر القوم. قال عليه السلام كلا ما عبروا. قال الرجل والله ما جئتك حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب والأثقال. قال عليه السلام والله ما فعلوا وإنه لمصرعهم ومهراق دمائهم. ثم نهض الإمام ونهضت معه فقلت في نفسي الحمد لله الذي شوف العياذ بالله بصرني هذا الرجل يعني أمير المؤمنين وعرفني أمره. هذا أحد رجلين إما العياذ بالله أنا ناقل رواية في الإرشاد المفيد في الكافي إما رجل كذاب جريء العياذ بالله أو على بينة من ربه وعهد من نبيه. اللهم إني أعطيك عهدا. شوف جندب يقول تسألني عنه يوم القيامة عهد إن أنا وجدت القوم قد عبروا أن أكون أول من يقاتله وأول من يطعن بالرمح في عينه وإن كانوا لم يعبروا أن أقيم على الحرب في الدفاع عنه. ويقول إجيت شفت فلما شفت أنه ما عبروا يقول أمير المؤمنين هذا نص العبارة رواية الشيخ المفيد يقول أمير المؤمنين فإذا الصفوف فوجدنا الرايات والأثقال كما هي يعني ما عبرت. فأخذ أمير المؤمنين بقفاي قفاي يعني من وراي ودفعني ثم قال يا أخ الأزد أتبين لك الأمر مع أنه كان كايل قضية في قلبه كانت. فقلت أجل يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام فشأنك فضل. إرشاد شيخ المفيد جلد الأول 317 صفحة والكافي المجلد الأول 345. خطيرة حقيقة. ممكن الإنسان هذول قلت أصحاب هذول بشروا بالجنة أصحاب أمير المؤمنين خاصة الحواريين ما حد مثلي وأمثالي يقدر يعتب عليهم هذول بس لو أمير المؤمنين عتب عليهم. هذه روايات صحيحة مو وحدة وعشرة. صلوات الله على أصحاب أمير المؤمنين جلالتهم حقيقة لا تنال أصلا بالخاطر ما يقدر إنسان يكشف. هذول ضحوا في سبيل أمير المؤمنين ضحوا بالغالي والنفيس. هذول ضحوا بأولادهم من أجل أمير المؤمنين لا ينكر. هذا شيء لا ينكر. الحديث مو في هذا الجانب مو في فسقهم أبدا. أما هناك مشكلة المشكلة الإيمانية الله يستر علينا لي يجيب لنا هيك امتحانات والإنسان لي ماطل. حديثي الأخير المماطلة 10 أيام طال عليهم الأمد أسوأ عوامل الشقاء. المماطلة مو شغلة زينة. خلاص لازم الإنسان يبادر يخصمها. هذا شهر رمضان بعد ما خلاص يخصمها. يقرر الإنسان يقرر تحسين سلوك أخلاقي سلوك جهادي سلوك دفاع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا واحد. بعدين أرقى من ذلك يحسن النية وفي المرحلة القصوى يصلح الفكر المعرفة. ليش ألقد تأكيد من زار الحسين عارفا. أكو أكثر من 50 رواية حتى لما تزور السيدة معصومة صلوات الله عليها. السيدة مو من 14 معصوم هذول من الدرجة الثانية بعد 14 معصوم. من زارها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول زارها عارفا. الإيمان المخزن الإيمان يحتاج إلى معرفة وإلا حقيقة كثير من الأمور تسبب للإنسان انحراف العياذ بالله. هذا شهر رمضان وهذا الحساب البنكي الهائل لازم الإنسان يستعجل. المماطلة والتسويف أهم عوامل الشقاء. أولا مجازفة مو معلوم باشر إحنا شنو. هذه مجازفة. المماطلة مجازفة. ثانيا تقليص المماطلة تقليص
في الخيارات. أنا الآن وقت عندي، عندي خيارات متعددة، أقدر أبدأ إذا فشلت أبدأ من جديد. أما إذا الإنسان أخر عمره كبر شيئا فشيئا، بعد الخيارات تتقلص. ثالثا، المماطلة تسبب للإنسان قلق. رابعا، المماطلة تسبب للإنسان قسوة القلب. الله في القرآن يقول فقست قلوبهم. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول أسوأ ما يضرب العبد، أسوأ ما يضرب العبد بقسوة القلب، يعني قسوة القلب أسوأ بلاء الله ينزل على القلب، يحصل قسوة القلب. المماطلة الإنسان دائما لسببين، يعني المماطلة أولا دائما الإنسان يشوف أكو وقت واسع، سبب المماطلة سعة الوقت والحرية. من يحاسبك اليوم؟ عملون ولا حساب، هاي حرية. فلذا تجلب المماطلة عاملان أهم أسباب المماطلة وأهم نتائج المماطلة. أول شيء مجازفة، لازم الإنسان يخصمها، يذبحها على القبلة. الآن يقرر، خلاص يقرر يؤمن بالله تبارك وتعالى. الإيمان القلبي يخشع قلبه لله، هاي الحالة التطاولية، هاي الحالة اللي دائما الإنسان فيها كل حالة انشقاق، حالة كذا، هذا يوخر عنها. هاي ممارسة، ممارسة أخلاقية، إيمان وخشوع قلب، ومعرفة فكرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تحويل هذه الكنز الهائل من المعنويات اللي الله تبارك وتعالى أودعها، الله تبارك وتعالى منحها في هذا الشهر الفضيل. هذا لا يكون رحمة رب العالمين ناقصة، يسمح لنا، يأذن لنا، يمكننا أن نحول هذا الكنز الهائل إلى المواد الحيوية التي تنهض بها قوائم الإيمان عندنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.